شوية. طيب ايه رأيكم نشوف كلينيكال كيس بسيطة كده ونشوف هنحلها ازاي؟ كل واحد يفكر كده دقيقة وبعدين تدوني الحل. طب سهل ولا صعب؟ الليفل ده سهل ولا صعب؟ صعب؟ قولوا لي علشان تيك كير في الاجزام. سهل ولا صعب؟ صعب. طب اللي بيقول ان هو صعب بعد اذنكم يرفع ايده كده. ما تخافوش يعني انا مش حاطه اجزام دلوقتي انا بس بشوف الليفل اللي انا ان شاء الله هحط فيه اجزام. اللي بيقول انه صعب يرفع ايده بعد اذنكم. طيب نزلوا ايديكم. اللي بيقول ان هو في الميدل يرفع ايده. اللي بيقول انه في الميدل يعني لا سهل ولا صعب لو ذاكرته قليل خلاص الامتحان كله جاي كده. ده انتوا مش عايزين تدوني فيدباك. هنقول صعب عشان الامتحان يجي سهل. خلينا في ال 50-50 يعني لو جبنا سؤال او اثنين زي كده والباقي سهل. اتس اوكي. طب نشوف السؤال اللي بعده. فكر في السؤال ده كده. اعتقد اللي ده اسهل من اللي فات. Yes, D, the superior lateral quadrant, bus to the inferior.
inferior portion of the visual cortex. لان احنا عندنا الفيجوال كورتكس اللي هو البرايمري فيجوال اريا 18 ريبريزنتد على ايه؟ الكالكرانت الابر بارت موجود في الكيونيوس واللور بارت موجود في ايه؟ في اللينجوال صح؟ فانت عندك اللور بارت بيريبريزنت الابر فيجوال فيه والعكس صحيح. فلو حصل ليجن في واحده من التو ستريبس دول اللي هم ابر او لور فانت اوريدي هتفقد ربع الفيجوال فيلد مش نصه. فاهمين ازاي؟ ودي اعتقد انها مشروحه بالتفصيل في الفسيولوجي. فتفضل. يعني هو عايز الصح. هو يمكن الستم شويه ملعبك بس يعني احنا عايزين الكوريت. مش بتسالي على الستم ولا بتسالي؟ اختيار رقم كام؟ اسالي ايه؟ The primary visual area is located in the walls of the parieto occipital sulcus. البرايتو اوكسيبيتال هو اللي عليه البرايمري فيجوال ولا الكالكراي؟ طيب هو فين البرايتو اوكسيبيتال؟ مش موجود على اللاترال سيرفيس 1 سنتيمتر وبعدين يكرز على الميديا سيرفيس كله؟ هل له علاقه بالبرايمري فيجوال اريا؟ يمكن انت ما قريتيش بقيه البرزنتيشن. احنا هناخد النهارده بقيه الارياز انكلودنج الفيجوال اريا. فهتشوفي دلوقتي هي موجوده فين. تقصد الأبر فيجوال فيلد صح؟ superior retinal quadrant versus the inferior portion of the visual cortex. The superior retinal quadrant اللي هو الأبر part of the visual field represented على الانفيريور بتاع الكالكرايت والانفيريور represented على السوبيريور. فاهم قصدي؟ مش قادرة أفهم بالظبط أنت تقصد إيه، بس هما مش الاثنين أوبوزيت لبعض، يعني الفيجوال فيلد الأبر تمام ريبريزنتد على الكالكراي من تحت والعكس صحيح. طيب الريتنا أها فهمت قصدك. الفيجوال فيلد إحنا بنكون ريبريزنتد على الكورتكس بشكل عكس مش الريتنا مش الريتنا. يعني الريتنا سوبيريور انفيريور يعني ممكن اخلي دي الابر بارت اوف فيجوال فيلد. طيب خلوني ارجع مع دكتور لؤي وارجع لكم الفيدباك. المهم احنا عرفنا دلوقتي الكويستشنز بتدور حوالين ايه؟ ان الاريا اللي ليجند اعرف الاناتوميكال بتاعها، يعني اعرف هي فين، وبعدين اعرف البلاس بلاي بتاعها، ولو عرفت الفانكشن هعرف الليجن. طيب الليفل ده سهل ولا صعب؟ اعتقد ده سهل شويه، اسهل من الاول. نو فيدباك. اللي بيقول سهل يرفع ايده. طيب طب اللي بيقول صعب؟ في ناس 50 يعني في الميدل، في ناس كتير في الميدل. طيب خليكم تحلوا الام سي كيو اللي موجوده في الويب سايت اللي بعتناها عشان نشوف يعني الناس بتفعل ازاي. وبعدين لحد دلوقتي لسه ما حطيتش اسئله الامتحان بصراحه، فانا مش عايزه ابقى اوفر ومش عايزه ابقى ايه في التحت قوي، فعايزه اجيب في ال50. فحلوا لي الاسئله عشان اشوف، حتى لو هتفتحوا كتب، حتى لو هتشوفوا من بعض، بس اشوف الفيدباك بتاعكم. طيب خلينا نبدا في المحاضره. النهارده محاضرتنا على الداين كيفلون. هي محاضره بسيطه. داين كيفلون معناها الاريا اللي هي ما بين التو سيريبرال هيمسفيرز. اولا الداين كيفلون ده ديفلوب من ويتش بارت امبريولوجيكالي؟ من الفور برين فيزيكل. الفور برين دي اتقسمت الى 3 فيزيكلز اللي هم ايه؟ 2 تيلينسيفاليك وفي النص الداين كيفل. التيلينسيفالون ده هيدي السيريبرال هيمسفير والنيوكلياي اللي هي البيزا نيوكلياي والانترنال كبسول، لكن الداينسيفالون المنطقه اللي في النص هيدي الثلامس والعيله بتاعتها اللي هي الهايبوثالامس والسبثالامس والابيثالامس والميتاثالامس. ففي الاول لازم اعرف مكان الكافيتي اللي في النص اسمه ذا كافيتي اوف ذا ثيرد فنتريكل. طيب ده شكل الثلامس، عارفينها طبعا ان هي بتبان على الساجيتال سيرفيس اوف ذا برين او على الميديال سايد اوف ذا برين. لو جيت اوصف الثالامس هي موجوده فوق الهايبوثالامس، دي الهايبوثالامس ودي الثالامس. طيب في سالكس عندي بيفصل ما بين الثالامس والهايبوثالامس اسمه هايبوثالاميك سالكس، بيمتد من اول الانترفنتريكولار فورامن لحد الابر بارت اوف ذا سيريبرال اكويدكت. اللي فوق السالكس ده بنسميه ثالامس والابيثالامس من وراه، واللي تحت السالكس ده بنسميه الهايبوثالامس. يبقى ذس از ذا هايبوثالامس ذس از ذا سالكس. في كمان ستراكشرز ريليتد للثالامس زي ما قلنا، زي حاجه اسمها الباينيال جلاند اللي موجود هنا ده، وفوقيكم ميشر وتحتيكم ميشر.
posterior commission واللي فوق الهابينيولار كوميشن. البينيال جلاند والبوستيريور كوميشن والهابينيولار كوميشن بنقول عليهم الايه الايبي ثالامس. ثلاث ستراكشرز دول مع بعض نسميهم ايبي ثالامس. طيب والمنطقه اللي هي تحت الهايبوثالاميك سالكس دي وفوق التيجمنتوم اوف ذا ميد برين اللي هي المنطقه الصغيره الشيت الصغير قوي ده بنسميه سب ثالامس. يفضل لي الميتا ثالامس. ايه هي الميتا ثالامس؟ عباره عن تو نيوكليي اسمهم لاترال وميديال جينيكولار بوديز. بس كده يبقى انا عرفت كل الثلاماي او الفاميلي بتاعت الثلامس موجوده فين. ثلامس ابي ثلامس سب ثلامس والميتا ثلامس موجودين هنا عند منطقه في الثلامس هنعرفك من شويه. والهايبو ثلامس طبعا عباره عن جروب من النيوكليي موجوده معظمها في الانتر بيدانكولار فوسكا. طيب نبدا بالثلامس. في وصف الثلامس زي ما اتفقنا اول محاضره خالص قلنا ايه الزلاج ريلي ستيشن موجوده في البرين بتستقبل كل السنسيشنز. طب في ما بينهم وما بين الرايت والليفت ثالامس في حاجه اسمها انتر ثلاميك ادليجنز. طيب لو بتوصف الثالامس بالنسبه لللاترال فينتريكل بتقول ان هي موجوده فين؟ في الفلور. لما قلنا الفلور في اللاترال فينتريكل بيكون مكون من حاجتين ايه هما؟ ها واحده منهم الثالامس والثانيه ايه؟ الكودين. طبعا البودي بنتكلم على البودي. الفلور بيتكون من الثالامس والكودين. طيب لو بتوصف الثالامس بالنسبه للثيرد فينتريكل بتبقى lateral wall of the third ventricle. فدي مهمة قوي انك تعرف relation بتاعت الثلامس مع الventricles. طبعا الثلامس ليها anterior end وليها posterior end. الانتيريور end بتاعتها هي عبارة عن ايه؟ the posterior boundary of the interventricular foramen. The interventricular foramen bounded by two important structures. Anterior بيكون فيه structure ده اللي سمناه ايه؟ anterior column of the fornix اللي قدامه على طول الانتيريور كوميشن. لازم نعرف الحاجات دي. وبوستيريور هيكون باوندد باي ذا انتيريور اند اوف ذا ثالامس. يبقى هو ما بينهم دي الانتيريور اند. البوستيريور اند اللي هي اللي متصله بالايبي ثالامس بيسموها البوستيريور اند دي بيسموها بولفينر. والبولفينر دي اللي فيها تو نيوكليي اللي بيعملوا الميتا ثالامس لاترال والميديال جينيكولار بودي. طبعا الابر سيرفيس هيبقى ريليتد للفلور اوف ذا لاترال فينتريكل. لكن الابر سيرفيس ده بيكون سيبريتد من الفورنكس بجروف او بفيشر. اسمه ايه الفيشر؟ كورويد فيشر. فاكرين الكورويد فيشر اللي بتدخل منه الكورويد بلكسس للفلور اوف ذا لاترال فينتريكل واللي ماشي فيه كمان الكورويد بلكسس اوف ذا ثيرد فينتريكل. طيب بالنسبه للميديال سيرفيس الميديال سيرفيس بتاعها عامل اللاترال وول اوف ذا ثيرد فينتريكل واللاترال سيرفيس ريليتد للكوديه واللينتيفورد وبيكون سيبريتد بالانترنال كابسول. فانا لازم اتخيل الريليشنز بتاعت الثالامس كده عشان اعرف اوصف الثالامس بالنسبه لبقيه الاستراكشرز. طيب الثالامس طبعا مليانه نيوكليي والنيوكليي دي كل واحده منها بتستقبل حاجه معينه سواء كانت في السنسيشن او في الموتور. يعني هي مش بس مخصوصه للسنسيشن بيور. في تراكتس معينه بتطلع من تحت زي ما اتفقنا بتنقل السنسيشنز. التراكتس دي بتمشي في حاجه اسمها سباينال للنسكاي، حاجه اسمها لاترال سباينو ثلاميك وحاجه اسمها فنترال سباينو ثلاميك. من اسمها سباينو ثلاميك يبقى لازم هتروح لايه؟ للثالامس. فبتختار نيوكليي معينه مخصوصه بالسنسيشن في الثالامس تروح تعمل ريلي فيها ومنها تطلع الفايبرز اللي راح من الثالامس عشان تروح لفين؟ للسريبرال كورتكس فوق. المفروض تروح فين بقى للسريبرال كورتكس ما دام سنسيشن؟ يبقى هتروح للبرايتا اللي بعد اريا 312. طيب مين بقى اهم نيوكليي في القصه الملعبكه اللي قدامي دي وهل انا المفروض اعرف الكونكشنز بتاعت الثالامس كلها؟ لا، اللي هقول لكم عليه بس هو اللي انت المفروض تعرفه. قبل ما اسيب السلايد دي في هنا حاجه واي شيب لامينا اهي شايفينها اسمها انترنال ميدالري لامينا. اللامينا دي بتقسم الثالامس الى ميديال بارت ولاترال بارت. شايفين الستيم بتاعت الواي اللي هي دي وبعدين البايفوركيشنز بتاعت الواي. ما بين الاثنين لمس بتوعت الواي المنطقه دي اسمها الانتيريور نيوكليوس اوف ذا ثالامس. وبعدين الواي نفسها فيها شويه نيوكليي اللي هي اللي لونها احمر دي سنترال نيوكليي. بعد كده الجزء اللي ورا ده ميديال والجزء اللي ورا ده لاترال. يبقى انا عندي الواي قسمت للاترال وميديال وما بين التو لمس اللي هي قدام طبعا ذيس از انتيريور اند ذيس از بوستيريور. في هنا ايه؟ انتيريور نيوكليوس. طب لما ترجع لورا مش من شويه قلنا البوستيريور اند اوف ذا ثالامس از كول بولفينر. وايه اللي يهمني في البولفينر؟ التو نيوكليي اللي عاملين ها اللي عاملين الميتا ثالامس اللي هم اللاترال جينيكيولار
كده في النيوكليي بتاعت الثلث. انا همسك بقى اللاترال نيوكليير جروب، هي اللاترال دي اهم حاجه في الثلث. كل تقريبا شغلنا في الاسندنج تراكس وكده والديسندنج كمان شغال على اللاترال، بتتقسم الى فينترال نيوكليير ودورزال نيوكليير. انسى الدورزال دي مش مهمه خالص. الدورزال نيوكليير هقولها دلوقتي بتتكون من ايه. طب الفينترال المهمه بقى، في عندي حاجه شهيره جدا بتلاقوها في البرزنتيشنز كتير اسمها في بي. في بي نيوكليس يعني معناها ايه؟ فينترو بوستيريور. فينترال نيوكليس هي فينترال بس ناحيه البوستيريور، وطبعا هي في اللاترال لانها اصلا بلونج تو ذا لاترال. معلش امشي معايا خطوه خطوه. وبعدين في فينترال انتيريور. فينترال هي في قدام بس مور انتيريور كمان. واخر حاجه فينترو لاترال اللي هي الفي ام. الاثنين اللي تحت دول فينترو انتيريور وفينترو لاترال عايز اعرف عنهم حاجه واحده بس، ان دول لهم علاقه بالموتور اكتيفيتي، لهم علاقه بالحاجه اللي هتشغل الموتور. يعني ممكن يكون له علاقه بالسيربيلا او يكون له علاقه بالبيزل نيوكليار. في الاخر هيكون في كونكشن ما بين الفي اي والفي ال مع الكورتكس الموتور، وما بينهم السيركت اللي فيها البيزل جانجليا او البيزل نيوكليار والسيربيلا. مش مهم نعرف الكونكشنز دي ايه او السيركتس دي ايه، المهم تعرف في اي في ال دول الاثنين موتور. طيب ايه تاني؟ نيجي بقى لصاحبتنا اللي هي الفي بي. بنسمع الاسم الكبير قوي اللي هو ايه؟ في بي ال. في بي ال معناها فينترو بوستيرو لاترال. في بي ال ان تي كمان الاسم بقى تبقى اسمها ايه؟ فينترو بوستيرو لاترال نيوكليس اوف ذا ثالث، اللي هو بقى الاختصار اللي هتشوفه بعد كده كتير قوي في السباينال كورد. في بي ال ان تي كملها انت من عندك. طب والثانيه هيبقى اسمها فينترو بوسترو ميديان، وبرده هتكمل ان تي. واخر واحده مش مهمه قوي عشان كده مش عاملين لها هايلايت، اللي هي فينترو بوسترو انفيريور. طيب ليه الاثنين دول مهمين بقى، في بي ال وفي بي ام؟ عشان دول هما اللي بيستقبلوا السنسيشنز بتاعت البودي كلها. يعني الفي بي ال طبعا هي سنسوري، في بي ال دي هتاخد السباينال للنسكس اللي اتكلمنا عليها زي الفنترال سباينو ثلامك واللاترال سباينو ثلامك، دي بتنقل السنسيشنز اللي هي البين والتمبريتشر والتاتش. كل ده هيطلع في حاجه اسمها سباينال للنسكس الاثنين مع بعض اللي هي الفنترال واللاترال، ويروحوا لليوكليس اللي هي اسمها في بي ال فنترو بوسترو لاترال، ومنها تطلع حاجه اسمها سنسوري راديشن زي ما هنتكلم كمان شويه. وهذه السنسوري راديشن هتنتهي في البرايتال لوب في اريا 312. طب قصه الفي بي ام بقى، فيكترو بوسترو ميديان، اهي دي حاجه مخصوصه للترايجيمينال تراك، يعني بتنقل السنسيشنز بتاعت الفيس. سنسيشنز وبروبريسبشنز واي قصه فيها سنسيشن في الفيس بتطلع في حاجه اسمها ترايجيمينال لمنسكس. هذه ترايجيمينال لمنسكس بتنتهي في النيوكليوس اللي في الثالاموس اللي اسمها في بي ام. ومنها برضو هتطلع لفين؟ ما هي عايزه تطلع التيمت للكورتكس، يبقى برضه هتروح ل 312 بس في الاريا اللي هي بتشغل او بتحس بالسنسيشنز بتاعت فين؟ الفيس اللي هي ابر ولا لور؟ ها ابر ولا لور؟ السنسيشنز بتاعت الفيس لور طبعا. طيب والباقي زي ما اتفقنا ان هم مش مهمين دول، اللي هي اللاترال دورزال واللاترال بوستيريور والبولفينر. يبقى انا عايزاك تعرف بس اللي هي الفنترال نيوكليير جروب، هذه الفنترال فيها فنترال بوستيريور وفنترال انتيريور وفنترال لاترال. الاثنين اللي تحت دول موتور مش هناخد تفاصيلهم، بس اللي هتعرف تفصيل عنه شويه اللي هي الفي بي ال والفي بي ام، واحنا قلنا التفصيل بتاعهم دلوقتي. طيب لما نرجع نقول بقى الثلاميك كونكتيفيتي اللي احنا اتكلمناها دي، طب يا ترى النيوكليي دي كونكتد بايه؟ هو نفس الكلام. لو مثلا اقول لك سنسوري انبوت، يعني كل السنسيشنز اللي جايه لها هتبقى كل السنسيشنز اللي هي الجنرال سنسيشنز والسبيشال والتيست والايكوليبريم والهيرنج والفيجن، كل ده هيروح للثلاميك. هيروح لويتش نيوكليوس في الثالامس بقى؟ اللي هي الفي بي ال والفي بي ام. طب الموتور يبقى اكيد هتبقى كونكتد زي ما اتفقنا بالحاجه اللي بتتحكم في الموتور اللي هي السيربيلا والبيزل نيوكليار. طب مين بقى في النيوكليار اللي في الثالامس اللي هتستقبل الموتور؟ لسه قايلين من شويه في الرسمه اللي قبليها، الفي اي والفي ال. تمام؟ الفي ال غالبا بتبقى من السيربيلا والفي اي في البيزل نيوكليار، بس مش مهم الفروق، اعرف انها في الموتور وخلاص. واللمبك سيستم اكيد الثالاموس كونكتد لللمبك سيستم، علشان في نيوكليار معينه في الهايبوثالاموس كمان بتكون كونكتد مع الثالاموس. النيوكليوس زي الماميلاري بودي والهيبوكامبس اللي اتكلمنا عليه. اي جزء فين في اللمبك؟ يعني في
في الايه؟ شوفي الرسمه دي هتعرفي اه. دلوقتي الرسمه دي بتعمل ايه؟ الالوان اللي في السريبرال كورتكس هي نفسها الالوان اللي في النيوكلياي اللي في الثالامس. فلو انت عايزه تعرفي الديتيلز كونكشن بصي على الرسمه دي، تشوفي اللون مثلا اللي قدام، مش عايزين طبعا انا عارفه، مثلا تشوفي الرسمه اللي هنا اللون ده ايه؟ اللون المخطط الاخضر ده، طب هو ريبريزنتد في الثالامس فين؟ هنا ما بين التو لمبس اللي هي في الانتيريور نيوكليوس. يعني معناها ان الجايروس ده اللي هو السنجوليت جايروس اللي بيشمل مثلا الليمبك سيستم اللي انت بتسالي عنه هيبقى كونكتد في الانتيريور نيوكليوس، صح؟ طيب في نيوكليوس مثلا اللي هي اللي احنا اتفقنا مهمه قوي اللي هي الفنترو بوسترو لاترال في بي ال، فنترو بوسترو لاترال والفنترو بوسترو ميديان، الاثنين دول لونهم تقريبا لايت بلو، شوف نفس اللون اللي موجود في البوست سنترال جايروس اللي هو السنسيشن. طب البري سنترال جايروس اللون الاصفر يبقى الفنترال واللاترال نيوكليوس. طيب رتبناهم في جدول، الجدول مش مهم نعرفه كله بس الحاجات اللي هايلايتد هي اللي هنعرفها. ايه الحاجات دي؟ طب امشي معايا كده، فنترو انتيريور وفنترو لاترال، مش الاثنين دول قلنا ان لهم علاقه بالموتور اكتيفيتي؟ بس كده يبقى انا عايزاك تعرف ان هما الاثنين دول النيوكليوس فنترو انتيريور فنترو لاترال موتور اكتيفيتي فانكشن بتاعي. طيب روح لتحت، فنترو بوسترو ميديال، مش اتفقنا انها بتطلع في حاجه اسمها تروجينال النسكس هتودي الاريا 312 وتنقل الجنرال سنسيشن اوف ذا فيس. طب في بي ال هتطلع فيها حاجه اسمها ميديال وسباينال النسكال، عارفين يعني ايه كلمه النسكس؟ زي التراكت كده، مش اخدتوا تراكت اللي هي مجموعه من النيرف فايبرز بتحمل نفس الفانكشن، فهي النسكس معناها تراكت بس النسكس بقى لحد ما توصل فوق في الكورتكس هتاخدوها برده ان شاء الله في السباينال كورد وبتنقل الجنرال سنسيشن اوف ذا اوبوزيت هاف اوف ذا بودي. طيب اخر حاجه بقى تحت، الحاجه السهله اللي احنا كلنا عارفينها، لاترال جينيكيولت بودي والميديال جينيكيولت بودي. اللاترال جينيكيولت بودي مش هو اللي فيه الاوبتيك تراكت اللي بيوصل للفيجوال كورتكس يبقى له علاقه بالفيجن. طب الميديال جينيكيولت بيطلع في حاجه اسمها لاترال للنسكس يروح للسوبيريور تمبرال عشان الهيرنج، بقيت الموضوع اسهل شويه. يبقى انا مطلوب مني اعرف ويتش نيوكلياي في الثالامس، فيترو انتيريور فيترو لاترال موتور اكتيفيتي في بي ام في بي ال علشان السنسيشن جنرال سنسيشن بتروح لفين؟ لاريا 312. بعد كده الميديال جينيكيولت هتروح للهيرنج واللاترال جينيكيولت هتروح للفيجن. لاترال وات؟ كل هذول في اللاترال ما عدا اللي هي اللاترال جينيكيولت والميديال جينيكيولت، دول في البولفينر من ورا في البوستيريور. ها تمام؟ عرفنا المطلوب مننا ايه في الجدول ده؟ طيب السلايد دي بقى مهمة جدا واتكررت قبل كده للناس اللي حضروا محاضرة البيزل نيوكلياي، حاجة اسمها ثلاميك راديشنز. ايه الثلاميك راديشنز دي؟ أنا عندي 1 2 3 4 راديشنز مهمين قوي اللي هم الفايبرز اللي بتطلع من الثلامس وبتروح للكورتكس. فأول راديشن اسمها انتيريور ثلاميك راديشن. طيب هي الانتيريور نيوكلياس دي كانت موصولة بإيه في السريبرال كورتكس اللي هي ما بين التو لمبس بتوعك الواي؟ كانت طالعة للسنجيوليت يعني طالعة للليمبك سيستم. عشان كده بيقول لك ان اللي هي الانتيريور ثلاميك راديشنز دي فايبرز كونكت الانتيريور نيوكليوس تو ذا فرونتال اند سنجيوليت، يعني ليها علاقه بالليمبك سيستم والليمبك فانكشن. طيب بتطلع فين بقى في الانترنال وصول الناس اللي ذاكرت الفايبرز الاسندنج والديسندنج؟ في الانتيريور ليمب. عندك في الانتيريور ليمب في ديسندنج وفي اسندنج، حد يقول لي الديسندنج هي ايه؟ فرونتو بونتاي، برافو عليك، او كورتيكو بونتاي. الاسندنج اهي جت مكانها هو اللي هو اسمها ايه؟ انتيريور ثلاميك راديشن. عشان بعد كده لما تسمع الاكسبريشن ده انتيريور ثلاميك راديشن على طول يجي في ذهنك ايه؟ انتيريور ليمب اوف ذا انترنال كابسول. طيب في بقى السوبيريور ثلاميك راديشن او اسمها السنسوري راديشن، اهي دي اهم راديشن فيهم، دي اللي بتنقل السنسيشن من الفي بي ال والفي بي ام بتاعت الثلمس وتروح للاريا 312. عشان كده سموها سنسوري راديشن. بتطلع فين؟ في الانترنال كبسول، في البوستيريور لاب، which part of the posterior lab؟ posterior half of the posterior lab of the internal capsule. لازم تكون فوكست قوي ومحدد عشان الليجن. طيب الاوبتيك راديشن سهله، بتمشي فين في الانترنال كبسول؟ ها ريترو لينتيفورم بار اللي هو ما بين ايه وايه؟ ما بين اللاترال جينيكيولت بودي والفيجوال كورتكس. طيب الثانيه اللي اسمها الاوديتوري راديشن في الساب لينتيفورم اللي هي ما بين الميديال جينيكيولت والاوديتوري، دي بيسموها البوستيريور الاوبتيك ما دام هي ناحيه الاوكسيبيتال لوب هيسموها البوستيريور راديشن، والثانيه تبقى اسمها ايه اللي في الانفيرور لوب؟ الانفيرور سيراميك راديشن. يبقى انا عندي كام راديشن مهمين؟ اربعه.
لما اقول لك anterior عرفت على طول انها موجوده في الانتيريور لم. لما اقول لك superior radiation او sensory radiation في البوستيريور لم، في البوستيريور هاف اوف ذا بوستيريور لم. اوبتيك راديشن اللي اسمها بوستيريور راديشن في الريتيكول انتي فور، واخر واحده في السب انتي فور. طيب دي مش هندقق عليها قوي. الهايبوثالامس مش هناخد فيها كتير. الهايبوثالامس انا عايزاك تعرف ايه هي النيوكلياي اللي بتعمل الهايبوثالامس، بس اولا مكانها فين وبعدين ايه النيوكلياي اللي بتعمل. طيب هي مكانها فين؟ تحت السالكس اللي سميناه من شويه هايبوثالامس سالكس اللي بيوصل ما بين ايه وايه الانترفنتريكولار فورامين لحد السريبرال اكويدكت. يعني المنطقه دي هي الهايبوثالامس، واوريدي احنا قلناها قبل كده لما كنا بندرس في الوول اوف ذا ثيرد فنتريكل. قلنا هنا في حاجه اسمها انتيريور كوميشن، وبعدين نزل منه حاجه اسمها لامينا تيرمينالس بتنتهي في الاوبتيك كيازما. نرجع لورا نلاقي فيه تيوبر سيناريا اللي معلق الانفانديبولا اللي فيه البيتيوتري جلاند، واخر نيوكليوس في الهايبوثالامس اسمها الماميلن. طيب يعني معنى كده ان الهايبوثالامس بتبدا من اول هنا، من اول اللامينا تيرمينالس والاوبتيك كيازما، وبعد كده تيوبر سيناريا والماميلاري بودي. فقسموها للهوريزونتال بارت وفيرتيكال بارت. الهوريزونتال بارت اللي هو اللي تحت ده ماميلاري وتيوبر سيناريا، والفيرتيكال بارت اللي هو الاوبتيك كيازما واللامينا تيرمينالس. بس كده فيرتيكال بارت يبقى انا بقصد بيه اللامينا تيرمينالس مع الاوبتيك كيازما، هوريزونتال ماميلاري وتيوبر سيناريا. برضو الميديال زون واللاترال زون والنيوكلياي بتاعت الهايبوثالامس دي عليها خلاف كتير في الكتب، والتقسيمه بتاعتها مش متفق عليها، فانتوا معفيين من التقسيمه بتاعتها. طب الفانكشن بتاعت الهايبوثالامس انتوا اوريدي عارفينها من الفسيولوجي. طبعا ليها رول في الاوتونوميك فانكشن والهوميوستاسيس والاندوكراين كنترول واللمبيك فانكشن، ودي برضو الديتيلز بتاعتها مش مهمه بالنسبه لنا، اللي هي ديتيلز فانكشن وايه الكونكشن ما بين الانتيريور بيتيوتري وما بين البوستيريور بيتيوتري. الكلام ده كله انتم معفيين منه. نيجي لحاجه اسمها الابيثالامس اللي اتكلمنا عليها. قلنا الابيثالامس دي عباره عن ايه؟ باينيال جلاند وهابينيولار كوميشن وبوستيريور كوميشن. ادي الكلام اللي مكتوب. هابينيولار نيوكليس دي اللي هي النيوكليس اللي موجوده جوه الهابينيولار كوميشن نفسه. في حاجه اسمها ميديال ولاترال هابينيولار نيوكليار، والباينيال جلاند نفسه اللي اتفقنا ان هو موجود تحت السبرينيوم اوف ذا كوربس كالوزا. طب ايه الفانكشن بتاعته؟ بيوصل ما بين الليمبيك سيستم والبارت الثانيه اللي في البرين. باينيال جلاند اصلا هو بيفرز حاجه اسمها ميلاتونين، هرمون الميلاتونين اللي هو بيظبط الدارك لايت سايكل، مش هو بيفرز في الدارك عشان ننام بالليل ما ننامش بالنهار، اهو الفانكشن بتاعته كده. يبقى المقصد الابيثالامس كونكتد لللمبيك سيستم وبتتكون من ثلاث حاجات، باينيال هابينيولار وبوستيريور كونكشن بس. ميتاثالامس لاترال وميديال جينيكيولات بودي، وانت اوريدي عرفت الكونكشنز بتاعتها. اخر حاجه السب ثالامس ليها علاقه بايه؟ بالبيزال جانجليا. اللي ذاكر محاضره البيزال جانجليا الناس اللي بتتكلم ورا، البنات اللي بيتكلموا ورا. السب ثالامس اللي شاف محاضره البيزال نيوكلياي في حاجه اسمها دايركت باث واي والاندايركت باث واي. شفتوها؟ طيب مش كانت السب ثالامس دي انفولفد في الاندايركت باث واي؟ لان ليها كنترول على الموتور اكتيفيتي اوف ذا برين. عشان كده هي ريليتد، السب ثالامس هتلاقيها ريليتد للبيزال جانجليا، وبيعتبروها الموتور زون اوف ذا داينكيفال. منها بتطلع الامبلسز او النيورو ترانسميترز اللي بتتحكم في الموتور فانكشن اوف ذا داينكيفال. الاسماء بتاعت النيوكلياي مش عايزاكم تعرفوها، بس تعرف السب ثالامس موجوده فين. هي موجوده فين؟ ها؟ تحت الثالامس وفوق التجمنتم اوف ذا ميد برين. تمام؟ هنروح بسرعه لبقيه المحاضره الاولى اللي كنا سيبناها اللي هي بقيه الكورتكس. محاضره الداينكيفال سهله، اهم حاجه تركز عليها النيوكلياي بتاعت الثالامس، وزي ما اتفقنا اسمها ايه اللي احنا قلناها من شويه؟ ثلاميك راديشن، مهمه جدا. اللي هو الجزء اللي في الوسط ده فادوا له رقم، بعد كده اكتشفوا الجزء اللي ورا وبعدين الجزء الاخير.
فالبوست سنترال جايروس ريبريزنتنج ذا برايمري سنسوري اريا. طيب وات از ذا فانكشن اوف ذا برايمري سنسوري اريا؟ ريسيفنج ذا ستيمولس. يعني هي ما هي الا انها بس تستقبل الاستيمولس وتعرف ان في احساس معين جاي لها. طيب لو سالتك دلوقتي بعد دراسه الثالامس هي بتريسيف السنسيشن عن طريق ويتش نيوكليوس اوف ذا ثالامس؟ ها فنترو بوسترو ميديال وفنترو بوسترو لاترال اللي هي الفي بي ام والفي بي ال. الفي بي ال طيب دي البرايمري سنسوري. تحتيها في الانفيريور بارت اوف ذا بوست سنترال جايروس حوالين الستم اوف ذا حوالين البوستيريور ريمس اوف ذا لاترال فيشر اريا تانية اكتشفوها جديده اسمها سكندري سنسوري اريا. طب السكندري سنسوري اريا دي ليها فانكشن؟ قالوا كده ان بيستقبل فيها وان موداليتي يعني حاجه من السنسيشن واحده بس وبتحس بيها. وقالوا ان هم لما عملوا التستات على المونكيز والراس وكده قالوا انها تقدر تحس بالحاجه اللي ليها اسنان زي مثلا البراش بتاعه التيف او الفرشه بس هي دي الفانكشن بتاعتها. فهي يعني لسه الاريا دي اندر ترايلز ولسه بيعملوا عليها تستات. المهم ان هم اكتشفوا ان الاريا دي موجوده في البوستيريور او في الانفيريور part of the post central gyrus. طيب في اريا تانية بقى بقيه البرايتال لوب مهمه جدا هتيجي ذكرها بعد شويه اسمها ايه؟ اسمها اسوسيشن اللي هي سوماتوسنسوري اسوسيشن. ايه الفانكشن بتاعتها؟ ايوه دي بقى بتعمل لينك ما بين الاستيمولاي كلها بحيث انها تتعرف على ال 3 دي شيب. يعني زي ما قال لكم الدكتور اكيد ان انت لو ماسك قلم في ايديك لو انت مغمض عينك وعندك ليجن في الاريا دي مش هتعرف تحس بيه. عشان كده الليجن في الاريا دي بيسموه ايه؟ استريوجنوزيس. يعني ايه استريوجنوزيس؟ يعني inability to identify the object with closed eyes. ما يقدرش يتعرف على الاوبجكت اللي في ايده من غير ما يفتح عينه. لما يفتح عينه اي يعرف، لكن هو لو هو مغمض عينه ما يقدرش يعرف التكستشر بتاعه ايه او هو ماسك حاجه وحاسس انه ماسك حاجه بس مش عارف الشيء ده ايه. لازم يكون عنده الاريا دي سليمه. الاريا دي موجوده فين بقى؟ في السوبيريور برايتال لوبيول وبارت من الانفيريور برايتال لوبيول. عشان بقيه الانفيريور برايتال لوبيول في اريا ثانيه مهمه جدا حد فاكرها؟ الفيرنكس اريا. الفيرنكس اريا موجوده هنا شايفين اللفه دي حوالين البوستيريور بارت اوف ذا بوستيريور ريمس اوف ذا لاترال فيشر وفي تحت السوبيريور تيمبرال وهو طالع ناحيه البرايتال كده بيكون حواليه اريا ثانيه اسمها انجولار ودي زي ما اتفقنا اللي هي اريا 39 هارد ديسك اللي هي ايه؟ لازم تكون الاريا دي متوصله بالفيجوال اريا اللي ورا لان ليها علاقه بالفيجن عشان يعرف الشيء اللي بيسمعه ايه. يعني هي اريا بتعمل لينك ما بين الاوديو فيجوال تشوف الحاجه وتسمعها وبعدين تسجلها عشان لما تسمعها بعد كده او تشوفها تعرف الصوت ده ايه. يعني الديتيلز فانكشنز اللي في الارياز انتم مش مطالبين بيه على مستوى الاناتومي لكن بس انا عايزاكم تعرفوا الاريا اسمها ايه هنا موجوده في السوبيريور برايتال لوبيول اللي هي اريا 5 و 7 اسمها سوماتوسنسوري اسوسيشن والفانكشنز بتاعتها عرفنا هي ايه اندرستاندينج وانتربريتيشن اوف ذا سنسيشن ريسيفد والليجن بتاعها بيعمل استريوجنوزيس برضو الفيرنكس اريا الليجن بتاعها بيعمل ايه دي اتكلمنا عنها كتير قوي فلوينت ولا نون فلوينت افيزيا فلوينت طبعا لان النون فلوينت دي بتحصل نتيجه الليجن في البروكا اللي هي 44 و 45 طيب نفس الكلام البودي از ريبريزنتد ابسايد داون بحيث ان الاريا اللي تحت تكون فيها التانج والفاركس وبعد كده في النص بيكون فيه الفيس وبعد كده في الميدل زون بيكون فيه الفينجرز والترانك وبعد كده الابر بارت بيكون فيها الثاي وبتكيرف على الميديا سايد في اريا اسمها بارا سنترال لوبيول اللي هي بيكون فيها السنسيشن اوف ليكس وفول والبرينيم فدي بيسموها سنسوري هوميونوكلس. طيب لو حصل ليجن في الاريا دي هيحصل ايه؟ كونترالاترال هيمي اناثيزيا يعني نص جسمه مش هيبقى حاسس بالستيميوليشن. لو حصل في الرايت بوست سنترال يبقى ليفت كونترالاترال هيمي اناثيزيا والعكس صح. طيب حد يعرف ان الاريا دي ليها علاقه بالبرايمري موتور اريا؟ ها طيب مش في حاجه اسمها بيراميدال تراكت؟ البيراميدال تراكت دي بيحصل لها ديستند من فين؟ قلنا من الام 4 اللي هي البرايمري موتور اريا اللي هنا دي لكن مش احنا خدنا ان في اريا قدامها اسمها بري موتور؟
البري موتور كمان بتبعت فايبر ستيمز مع البرايمري موتور في البيراميدال تراك، وكمان السوماتوسنسوري اللي وراه بتبعت لها فايبرز تنزل معاها، بحيث ان البيراميدال تراك او اللي هي التراك اللي هي الكورتيكو سباينال جزء منها تقريبا 40% بيكون من البري موتور و 20% بيكون من البوست سنسوري، كلهم بينزلوا مع بعض عشان يبقى فيه سنسوري موتور كونكشن. طيب يعني دلوقتي هي حتى ديتيلد شويه وهتاخديها باذن الله برده في الكورتيكو سباينال تراك. دلوقتي التراك اللي نازله عشان تتحكم في الفاين موفمنت اللي في الجسم اسمها بيراميدال، بتنزل فين؟ من الكورتكس اللي هي ام 4، بعد كده هتروح للانترنال كبسول، وبعدين هتنزل في الميد برين بونز بيدور لحد ما توصل لايه؟ للسباينال كورد. طب هل هي البيراميدال تراك دي بس بتتكون من الفايبرز بتاعه الام 4؟ لا، وجدوا ان 40% من الفايبرز كمان بتجيلها من البري موتور اللي هي اللي قدامها. مش احنا قلنا ان البري موتور دي بتتحكم في الكورس موفمنت، يعني بتظبط لي البوستشر وبتعمل كوردينيشن للديفرنت لارج ماسلز، فلازم هي كمان تبعت للاريا اللي بتتحكم في الفاين موفمنت. هحرك ازاي الفينجر من غير ما اعمل فليكشن مثلا للالبو او اني اعمل فليكشن للترامب وانا قاعده؟ لازم كله يتظبط بالبري موتور اللي قبليها. طيب ما هو كمان انا لازم احس بالشيء اللي انا بتحكم فيه موتور. الاحساس ده بيجي منين؟ من ان في تراكت او فايبرز بتنزل من برده اللي هي البوست سنترال اللي هي هنا مع الام 4، كله بينزل يعدي في البيراميد اللي قف جنب ده او الرجال، عشان كده بيسموها بيراميد تراك. فاكشوالي بيراميد تراك مش بس نازله من الام 4، جزء منها من البري موتور وجزء منها من ايه؟ من البوست سنترال. يس، اكسترا بيراميدال سنتر. يعني ايه اكسترا بيراميدال سنتر؟ يعني في حاجه اسمها اكسترا بيراميدال تراكت بتنزل في السباينال كورد، وفي حاجه اسمها اكسترا بيراميدال سنترز، دول موجودين فوق في السريبرم زي البيزال جانجليا اكسترا بيراميدال سنتر، سريبيلم اكسترا بيراميدال سنتر، بري موتور اريا اكسترا بيراميدال سنتر، اس ام اي، اي اس ام اي دي سبلمنتري موتور اريا، كل دول بيسموهم اكسترا بيراميدال سنترز. ليه سموهم اكسترا بيراميدال سنترز؟ اولا لان هما الفانكشن بتاعتهم بتعمل كوردينيشن، يعني مش بس بيتحكم في فاين موفمنت زي البيراميدال تراك. ثانيا لان الديستند بتاعهم او التراكس اللي بتنزل ما بتنزلش في البيراميد اوف ذا ميدالا اوبلانجيت، في ستراكشر كده موجود في الميدالا اسمه البيراميد، تنزل في اي مكان ثاني بره البيراميد، يعني ممكن تنزل في البونز او ممكن تنزل في الميد برين او ممكن تنزل في الميدالا بس بره البيراميد، في بعد كده هتاخد في تراكس ثانيه بتنزل في اللاترال سايد اوف ذا ميدالا. فاي حاجه ما تعديش في البيرامل يبقى اسمها اكسترا بيرامل، زي حاجه اسمها تكتو سباينال، روبرو سباينال، فيستيبيولو سباينال، اي حاجه من الحاجات دي بيسموها اكسترا بيراميدال تراك، بس هي ما بتشتغلش لوحدها، هتعرف انها لازم تكون اندر كنترول اوف ذا اكسترا بيراميدال سنترز اللي موجودين في السريبرم والسريبرم. مفهوم الجزء ده؟ طيب حتى لو مش فهمتوه مش يهمني قوي، المهم تعرف ان البوست سنترال هو ده اللي فيه البرايمري سنسوري اريا والسوبيريور بارايتال فيه السوماتو اسوسيشن. لسه ما وصلناهاش. الفيجوال اريا هو فيه كونكشن بس مش بينزل في البرايمري تراكت نفسها. خليكي ما تسبقيش الاحداث، لما توصلي للسباينال كورد وتاخدي التراكس المختلفه فيه هتعرفي بالظبط ازاي اللي هو الكورس بتاع الفيجوال والتاني اللي هو الهيرنج لاترال ميسكس. طيب لو جينا للفيجوال كورتكس، قربنا الفيجوال كورتكس، البرايمري فيجوال كورتكس موجود فين؟ اراوند كالكارين فيشر زي ما اتفقنا، جزء منه موجود في الكيونياس وجزء منه موجود في اللي تحت اللي هو اللينجوال جايلس، عشان كده الجزء اللي كان بيقولوا زمنا اللي هو الابر بارت اللي موجود في الكيونياس بيتحكم في اللور بارت اوف ذا فيجوال فيلد والعكس. فالاريا اللي حواليه الاريا 17 بيسموها ايه؟ فيجوال اسوسيشن اريا. طيب لو حصل فيها ليجن ايه الديزيز اللي هيحصل لي؟ عموما ايوه عموما اي اسوسيشن اريا الليجن بتاعها بنسميه اجنوزيا. اجنوزيا يعني ايه؟ يعني مش قادر يتعرف او مش قادر يفهم. فلو حصل مثلا ليجن في البرايمري مش هيحصل اجنوزيا، لكن في الاسوسيشن هيحصل فيجوال اجنوزيا، يعني هيشوف بس مش هيبقى فاهم ايه الشيء اللي شايفه ده.
طب لو حصل برضو في الهيرنج هيحصل هيرنج ديفكت. طيب لو حصل في الهيرنج اسوسيشن اوديتوري ادنوزيا، هو سامع الصوت but he cannot understand what is heard. طيب يبقى دي الاريا 17 هي البرايمري، لكن 18 و 19 اسمها الاسوسيشن. طب موجوده فين الاسوسيشن؟ rest of the occipital lobe on the medial and on the lateral side، يعني موجوده على الناحيتين. طيب ما ننساش حاجه اسمها occipital eye field، مش كان في حاجه اسمها frontal eye field؟ طيب الفانكشن بتاعتها كانت ايه؟ conjugate eye movement to the opposite side. طيب voluntary ولا involuntary؟ voluntary، يعني انا اقدر بمزاجي او بارادتي احرك عيني عشان اعمل following للobject. طيب لو كانت الحركه دي ريفلكس زي ما قلت لكم، مثلا حد جه من ورايا عمل هورن فرحت ايه التفت، فدي بيسموها ريفلكس. موجوده فين؟ في الاوكسيبيتال، اسمها اوكسيبيتال اي فيلد اريا، زي ما في فرونتال في اوكسيبيتال. خليني اخلص وتعالي جنبي هنا ما تسيبنيش. طيب الديتيلز بتاعه الريكوجنيشن ارياز بيرسبشن، يعني بس مجرد انه يستقبل الاستيميولاي، الرودز والكونز الريسبتورز اللي موجوده جوه الريتنا بس انها تستقبل. خلاص انا استقبلت وشفت، لكن فهمت اللي انا شفته ده بايه؟ يس انتربريتيشن. طيب الهيرنج اريا اماكنها، ده مهم قوي بالنسبه لنا بقى، موجوده فين؟ ميدل اوف ها سوبيريور تمبورال جايلس. طيب اللي اسمها بقى اوديتوري اسوسيشن موجوده فين؟ ريست اوف ذا سوبيريور تمبورال جايلس، ودي الرقم بتاعها 22. طبعا الارقام اللي قلت لكم فيه 12 رقم كده لازم نعرفه، فعشان لما نتكلم في الامتحان بالارقام يعني ما تستغربوش. اريا 41 42 خلاص تبقى البرايمري هيرنج اريا، 22 يبقى بقصد بيها ايه؟ الاسوسيشن. طيب الكلام ده متعاد برضو، الكلام ده ممكن تقراه لوحدك يعني كان جوتت. اللانجوج اريا فاضل بس حاجه واحده عايزاكم تعرفوها، اللانجوج اريا فيها موتور وفيها سنسوري، وبعدين خلينا نروح للسلايد دي. الموتور يهمني تعرف مكانها فين، اللي هو البروكر، مكانها في الانفيريور فرونتال. السنسوري اللي هي الفيرنكس، الفيرنكس مكونه من 3 ارياز مش من اريا واحده، انجولار وسوبرا مارجنال والبوستيريور بارت اوف ذا اوديتوري اسوسيشن. واللي عايز يعرف مور ديتيلز في القصه دي يرجع للاونلاين هتلاقيها مشروحه بالتفصيل. الفيرنكس اريا الليجن اللي فيها الشخص ده كانوت اندرستاند بوث ريتن اند سبوكن ووردز، الثاني لا هو اندرستاند بس مش قادر يعمل كوردينيشن للديفرنت ماسلز اوف سبيتش، فبيبقى عنده نون فلوينت افيزيا، لكن ده بيبقى عنده فلوينت افيزيا. ويمكن وصلكم فيديو للفرق ما بين الفلوينت والنون فلوينت، شفتوا الفرق ما بين الاثنين. طيب هل تنفع الفيرنكس تشتغل من غير البروكا؟ نيفر. ازاي هقرا وافهم من غير